رجعنا لكم تاني ومنورانا في الاستوديو نجم فريال يوسف. ويمكن فريال من الممثلات اللي دايما بتنقي الادوار اللي هي بتعملها. فريال كانت في تونس عملت يعني اعمال كتيره جدا جدا جدا، ولما جت مصر برضو بقت تمشي واحده واحده، مش مستعجله انها تاخد مثلا بطوله مطلقه، بتقعد تفكر قبل ما تاخد الدور، وليها مبادئ كده. يعني انا الدور ده انا هاخده، لو حصل ايه في الدنيا انا لازم اشتغل مع فلان وفلاني مثلا. بس فهي من ورانا النهارده في الاستوديو، واهلا بيكي. وقالوا لي اقول لك حاجه بس انا مش فاهمها، قالوا لي ينعم بوزينك. انا سمعت بوز قلت يمكن حاجه وحشه بس بوزينك بيقولها بتوسي. اهلا بيكم. لبس الله كيفك؟ نعم كيفك؟ مش الحمد لله لبس يعيشك. اخبارك ايه؟ الحمد لله لبس. الف مبروك، سمعنا انك اتجوزتي. الله يبارك فيك، كتبت كتابي. الف مبروك، الله يبارك. كنا تابعين الموضوع ده على فكره عندنا في عز الشباب، ودايما بنقول يا جماعه بص يا جماعه يا جماعه بص يا جماعه. ولسه كنا النهارده بنقول خبر عن اهو، شوفوا بقى تقريبا ده هنا المركز الاول هنا اهو في اجمل عيون يا جماعه. والله عيني كل حلوه. احكي لي احساسك ايه بعد كتب الكتاب؟ حسب تدبيسه؟ لا حاسه باكتمال. بس احنا دايما احنا كرجاله نقعد مع بعض كده، خلاص يا عم اتدبست وكتبت كتابك. لا بالعكس، باكتمال. طالما الحاجات دي والقرارات دي بتبقى مبنيه على مشاعر واحاسيس حلوه، تحس انك اكتملت، انه في حد وراك. شكلك عايز تجرب ورايا. لا 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 اجرب ماشي، لكن اجرب لا 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 لسه بدري. وطبعا مبروك على خاتم سليمان. الله يبارك فيك. بجد كان من الادوار القويه جدا اللي شفناها لك لغايه النهارده، بتالي من دور لدور، والمسلسل كله كان ناجح جدا. احكي لي بدايته كانت ازاي معاكي؟ بداتي مسلسل دخلتي فيه ازاي؟ مسلسل خاتم سليمان قصدك؟ جالي اتصال من المنتج محمود بركه اللي بحيي بالمناسبه، وقال لي عايزين نشوفك عشان في مشروع بتاع مسلسل داخلين بيه رمضان السنه الجايه، ومرشحينك في دور مهم جدا، تعالي اسمعي الحدوته بقى. رحت اول ما دخلت لقيت المخرج الاستاذ احمد عبد الحميد. فانبسطت جدا لاني من اشد المعجبين بشغل الاستاذ احمد عبد الحميد. لما قعدت يعني فهمت ان البطل الرئيسي للعمل خالد الصاوي. فرحت جدا بصراحه. ما فيش اي حاجه، انت رايحه بس على الفكره وخلاص، لا ايه الموضوع لا ايه الفكره ولا اي حاجه. وبعد ما حكوا لي تسلسل الاحداث للمسلسل اعجبت جدا بالموضوع، بالفكره وبالكاست والتركيبه، المجموعه اللي كانت داخله العمل ده كانت بتدي مؤشرات لان احنا هنقدم عمل محترم جدا. ما كناش نتوقع النجاح الرهيب اللي حصل لخاتم سليمان بصراحه، لكن توقعنا ان احنا هنقدم عمل يليق بذكاء المتلقي العربي. بس في ريال انت اساسا موهوبه ولا اساسا درس التمثيل؟ يعني في مثلا منهم موهوبين يحب يروح يشوف الكاستنج اللي بيحصل في التمثيل وابدا اقلد وابدا اجيب زيه، وفي ناس دارسين بيطبقوا ده، انت انهي نوع؟ ولا انا بالفطره بالفطره موهبه واشتغلت عليها. فمثلتي على طول؟ الحاجه دي بتبقى موجود فيك وانت عيل، والاهل والاصدقاء هم اللي بيكتشفوا فيك الحته دي. تبقى عيل 6 سنين 7 سنين ما تكونش عارف يعني ايه حتى الشاشه. احنا بنشوف صندوق فاكرين انه الناس دي كلها قاعده في جوه الصندوق ده وبتاكل جوه وتنام جوه وكل حاجه. انا واحد منهم كنت فاكر كده. كنت عامله زي انت عامله اساسا مسلسلات كمان قبل خاتم سليمان، بس عرفتي اكتر ساعه خاتم سليمان في مصر. لانه النجاح له دور طبعا. يعني خاتم سليمان كان عنده نسبه مشاهده عاليه جدا، وكان في شكر كبير جدا واستحسان من العالم العربي كله. اعتقد ان كل الناس اللي شافت خاتم سليمان حبت الحدوته، حبت التمثيل، حبت الكاست، حبت الاخراج، حبت الصوره الجميله. لا بس في نفس الوقت برضه يعني متابعينك من ايام الالوان بالطبيعيه وملكه في المنفى، واعتقد يعني كان ليكي ستوبس برضه مهمه جدا وبتفرق. كنت فاهمه السكريبت؟ احنا يعني خاتم سليمان اول حلقتين كده الناس كانت قاعده بتتفرج على بالذات خالد الصاوي مش فاهماه، هو الراجل ده ايه؟ هو ماله؟ هو دكتور مش دكتور؟ طب ليه مش دكتور اللي احنا عارفينه بتاع هنا؟ كنت حاسه بالتساؤلات دي برضه وانت بتقري السكريبت في الاول؟ لما كنت اول ما قريت السكريبت عجبت جدا بشخصيته. حسيت انه الراجل ده يتمتع بحس عالي من الحب للاصاله والتراث والجذور، على قد ما هو جينيس، على قد ما هو بارع في مهنته وناجح جدا وعنده صيت كبير جدا في مصر وبره مصر، على قد ما هو
بسيط، بيحب الحياة اللي فيها رجوع إلى الأصالة المصرية. ده غول تمثيل، ده غول. قوي جدا. آه طبعا. قدرتي تواصلي معاه أو طبعا من أول لقاء. خالد بيريحك من أول لقاء. طب هنا معانا تليفون، في واحدة هتتجنن تسلم عليك من أسوان. أهلا وسهلا. ألو. عليكم السلام. ازيك يا حلمي؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. الله يخليك، انت اخبارك ايه؟ تمام انا كويس الحمد لله. ازيك يا عادل؟ الحمد لله. اخبارك انت ايه؟ فريال معاك ايه؟ كله زي الفل. فريال معاك. ازيك يا بريهان؟ الحمد لله. ازيك؟ عاملة ايه؟ اسمها ايه سوري؟ دعاء. دعاء. ازيك يا دعاء؟ ايه الاخبار؟ انا عايزه اقول لك اني بحب ادوارك كلها بصراحه، يعني كلنا بنحب ادوارك كلها. كلنا. ايه اخبار اسوان واهل اسوان؟ تمام الحمد لله. انت عامله ايه؟ نفسي اجي لكم على فكره. اه والله تنوري اسوان كلها. انا فاكره اجي اقضي شهر العسل هناك. اوه اعملي كده، اعملي كده 3 ايام بالمركب. وعايز الشباب ممكن تيجي معاها من فضلك. لا ما بقاش شهر عسل كده. مركب 3 ايام. لا 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 بجد بجد والله 3 ايام رحله بالمركب لغايه النوبه، وتفرجي بقى على معبد الكرنك، وتفرجي على الحاجات بتاعت المصريين دي، حاجه روعه. والله الواحد ليه فكر يروح يعمل شهر عسل بره مصر؟ انت بس جوازك هيبقى امتى؟ في مواقع جميله جدا. جوازك هيبقى امتى؟ كمان انا حاجه ارقص مع البنات التونسيات بقى. ايه يعني ما رحتيش لسه اسوان ولا الاقصر؟ لسه نفسي والله. ايه الاماكن اللي لسه ما رحتيهاش؟ في كل الجنوب المصري، الشمال بعرفه تقريبا، يعني المناطق السياحيه كلها بعرفها. شرم، غردقه، الساحل. شكرا يا دعاء. شكرا يا دعاء. معلش. بس الجنوب، كل الجنوب، الصعيد المصري. نفسي اروح للنوبه. اعملي كده. نفسي والله. اعملي كده. اكيد هو محضر لك مفاجاه، طالما مصري هيحضر لك مفاجات الدنيا ان شاء الله. يلا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نرجع لخاتم سليمان تاني. وقررتي ايه بقى في شخصيتك؟ يعني قررتي ان انت لما تيجي شخصيتك وعلاقتها مع خالد في الفيلم، كنت رسماها ازاي؟ يعني هل طلعت بالشكل اللي انت رسمتيها، ولا قعدتي عملتي فيها بعض التعديلات عن التصور الاولاني؟ انا لما ابتديت التصوير كان عندي اوريدي 20 حلقه بس، فما كنتش قادره اتخيل ملك هتكمل ازاي، والاحداث اللي هتمر بيها، واللي هتبني عليها احداث تانية. فكنت بسأل المؤلف احنا رايحين فين، رايحين في انهي سكة. فهو نفسه كمان كان بيكتب، كان عنده تصور معين، لكن تفاصيل ما كانش يقدر يخوض فيها معايا. فأنا من الحلقات الأولانية خالص لغاية العشرين قدرت أرسم خط لشخصية ملك. خطها واضح جدا، إنسانة مثقفة، عندها مبادئ وقيم معينة، بتحارب الفساد في البلد، خيرة جدا، بتحارب الناس القوية عشان تكرم الضعيف والإنسان اللي مش قادر ياخد حقه، وكانت إنسانة هجومية وصدامية. ده الخط الأساسي بالنسبة للشخصية. فاشتغلت على السكة دي، وكمان كان في تفاصيل حلوة جدا. خليني قبل ما نفتح التفاصيل دي، في تليفون تاني جاي لك من سارة من سوهاج، ومحضرة لك كل الجنوب. نازلين. أيوة سارة. ألو. أيوة سارة. إيه الأخبار؟ كله زي الفل. أخبارك أنت إيه ومعاكي فريال؟ إيه حلو الأخبار، عامل إيه؟ إزيك يا عادل؟ كله حلو. إزيك يا سارة؟ إزيك يا فريال؟ إزيك يا سارة؟ أهلا بيكي. الحمد لله تمام. أنت عاملة إيه؟ كنت زي القمر. الله يخليكي، ميرسي لذوقك. والمسلسل والله مش عايزه اقول لك كان حلو خالص، ومستر خالد الصبري تبعتيه كويس يا بس انت بالذات. لا كنت عامله، كان في كهربا فيكي وحاجات لذيذه يعني. ميرسي يا ساره، ميرسي بجد. ثانك يو ساره. قالوا لنا انت محضره مفاجاه. ايه؟ محضره مفاجاه؟ اه محضره مفاجاه، انا لسه قايلاها. طب يلا قولي لنا بقى. ايه بقى؟ هغني لكم الاغنيه بتاعه المسلسل. طب كويس يلا. ماشي اوكي. عاشق سرح في الملكوت، ما يهموش عمري يفوت، يدفع في الحرية حياته، لو تكذب للحظة يموت. الله يا سارة. الله برافو. تسلم يا سارة. حلو قوي يا سارة. شكرا ليك. شكرا يا سارة. شكرا. طيب قولي لنا بقى، الممثل الغول ايه اصعب مشهد كان معاه؟
كل مشاهد ماستر سينز عشان انت عارف يعني المؤلف كنت بقوله بالراحه عليا خلاص استهلكتني. كل مفيش مشهد كده في النص اريح فيه، كل المشاهد بجد ماستر سينز، وكنت شايله هم كل المشاهد، بس كنت شايله هم مشهد بزياده اكتر اللي هو مشهد ما كنتش فيه قدام خالد، كنت بكلم فيه خالد وبناجي فيه خالد لما كنت متصابه في المستشفى وكان عندي لقاء مع الممثله اللي قامت بدور عبير تيسير عبد العزيز بحقيقه. المشهد ده كان بالنسبه لي مهم جدا، المفتاح لبوابه هتعمل لينك بين سليمان العريني وملك. يعني هو هيشوفها، يشوف اللقاء بتاعها، هيحس بيها، هيعرف ان الست دي بتناجي الفارس المجهول انه يظهر قدامها عشان تقول له على الاقل شكرا، وعايزه تشوفه هي، يعني مش عشان تقول له شكرا بس عايزه تشوف الشخص اللي قدامها. كنت حاساها تيرنينج بوينت يعني في المسلسل، حاساها حته مهمه جدا يعني. دي تفصيله مهمه جدا. وكل مشاهدي كانت معاه فيها انفعالات كتير قوي. كنت معاهم لما كان حصل لهم موقف هم بيصوروا لما جيهم شويه بدو وقال لك خطفوكوا او حبسوكوا، كنت موجوده؟ ما كنتش موجوده، كنت رايحه لهم تاني يوم بعد كده. كنت قلقان؟ عرفتي الموضوع ساعتها ولا عرفتيه ازاي؟ ما سمعتش فورا بس شفت شويه فيديوز بعد كده والناس، يعني حتى لما وصلت اللوكيشن لقيتها مهزوزه شويه، ناس مش لوكيشن حاتم سليمان. بتحسهم زعلانين متضايقين، مش عشان يعني مش عشان الخض او حاجه، لا عشان تعبوا وخسروا يوم، ويوم خارجي وفي منطقه معزوله ومرمطه وتعب وارهاق وسفر وكل حاجه، واليوم ده كله هيتعاد تصوير بسبب حاجه تافهه جدا. ناس عايزه فلوس، بتدور على الفلوس وخلاص. في فوضى كبيره جدا وشديده جدا. كل واحد بيقول دي ارضي وانا عايزه اجرها. ده اثر على المسلسل؟ مشاكل الانتاجيه دي كلها اثرت على المسلسل؟ لا، اثر على يوم تصوير في المسلسل طبعا. خساره للمنتج برضو يعني، وخساره. هو قالوا ان خالد هو اللي دفع الفلوس يعني، او الجرايد؟ ما اعرفش والله، ما اعرفش ايا كان يعني. المهم التانيين سابوك وخلاص. معانا تليفون تاني، صدام من قطر. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صدام اتفضل، فريال معاك. ممكن نوطي التلفزيون؟ الله يخليك. ازيك يا فريال؟ ازيك يا صدام، شلونك؟ الله يخليك. انت منوره الشاشه والله. الله يخليك، ميرسي. اتفرجت على دورها في مسلسل خاتم سليمان؟ كنا عايزين نعرف ادوارك اللي جايه ايه. بس عناية، حاضر، دورك اللي جاي. شكرا، شكرا يا صدام، خليك معانا، هنقفل يعني في اخر الفقره كده هتعرف الجديد اللي جاي. شكرا ليك. بصي، بعد المسلسل ده واتذاع وتجي تشوف الفيدباك بتاعه، كنت حاسه بايه؟ يعني حاسه انه عمل الفرقعه اللي كنت متوقعيها ولا اكبر من كنت متوقعها؟ هي الفرقعه اللي حصلت اكبر ما كنا نتوقعها كلنا. كنا احنا لسه ستيل بنصور خاتم سليمان، وكنا موجودين كلنا في لوكيشن، بنتقابل كل يوم، وبتحس علامات الارهاق، وفي نفس الوقت وش مرهق وجسم تعبان ودماغ بتفكر طول الوقت، وفي ملامح كده فيها راحه وفيها انبساط، فيها من المخرج للمؤلف للكاست كله للكروب كله، خليني اسمح لي اقول للرجاله اللي شفتها، مجموعه بتوع الاضاءه، انا شفت رجاله بجد في الكروب بتاع الاضاءه. فريال، يعني جو الجميل الشعري الرائع اللي انت بتوصفيه لي دوت، سمعنا انك سبتي التصوير كده في يوم او تقريبا سبتيه فتره في اواخره ورحتي مسافره تونس، ده كان سبب ولا كان عادي يعني؟ كانت لا، امتى حصل الكلام ده؟ والله ما اعرفش. ما كانش في اي حاجه. لا بس في عمر، لا بالعكس، لا ما كانش في حاجه زي كده، ما فيش ولا مره. مصطفى اللي قال لي ده المعد بتاعنا. لا يا مصطفى، لا ما لا يا مصطفى، ما كانش كده. لا ما يعني احتمال اكون سافرت، ما بفتكرش من كتر ما مش سافرت. عشان جوازه؟ مش عشان اي حاجه. لا، سافرت بعد اخر يوم تصوير، يعني يوم اخر يوم تصوير بالنسبه لي كان يوم 28 رمضان. من اللوكيشن على البيت خدت شنطي ورحت على المطار على طول، عشان قلت لهم يا جماعه خلاص. في ناس معزومه، انا رايحه الجامعه. في فرصه ان انا اروح اتجوز ولا ابعت البوستر بتاعي مع العريس؟ يعني قلت لهم لازم اكون موجوده، ما ينفعش الراجل يروح انا مش موجوده. خليني في حته بس الناس عايزك توضحيها للناس، اللي هي ان بعد المسلسل ما خلص ابتدينا نسمع ان في مشاكل ما بين بعض الكرو وما بين محمود بركه المنتج، في فلوس متاخره، وهي كلها مشاكل ماديه وليها دعوه بالفلوس. هل الموضوع ده اتحل ووصل لغايه فين؟
ما اعرفش اتحل وصل لغايه فين، ما عنديش اي فكره، ما عنديش اي اتصال بالشركه. والله انا اخر همي فلوس. لا انا مش ما بحسبهاش كده. انا بالنسبه لي النجاح اللي احنا حصدناه في خاتم سليمان ده مكسب في حد ذاته لا يعادل اي قيمه ماديه موجوده على الارض. طب ليه؟ كفايه حب الناس. طبعا دي حقيقه. فريال المعجبين وعمايلهم. لا حد، انت ضيفه دلوقتي في البرنامج بتاع المعجبين وعمايلهم. اها. وانا فريال. هو انا وحش قوي بس هنتخيل ان انا فريال. ماشي. ايه بقى بيعملوا ايه المعجبين؟ اكيد. ايه والله لطاف. ما فيش اي موقف بصراحه لغايه النهارده، قصدك من بعد خاتم سليمان لغايه النهارده ولا في حياتي كلها؟ اغرب حاجه. اغرب حاجه؟ لا اغرب حاجه والدي. والدي موجود هنا على فكره. كان لازم تسمعوه هو لانه هو عاش الموقف اكتر مني. انا فاكره مره كنت بتغدى قاعده في بيتنا والباب خبط، فانا كنت عارفه انه اهلي ما كانوش مستنيين اي حد فاستغربت يعني، وقلت لهم طب خلاص انا رايحه المطبخ شوفوا مين وقولوا لي يعني. لقيت راجل داخل جايب مامته تورتايه. لا 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 عريس يا بوي. وسافر يا عيني وبتاع. وجيت خاطب راغب في بنت لحساب ونساب، احنا نقول كده في تونس. بنتكم فريال ابننا فلان مامته معاه جايبها ومجرجرها وراه ولا معاد ولا اي حاجه. والراجل شافني في التلفزيون سال على بيتي، جاي يخطب من غير اي مواعيد كده. حول الله يا رب. تورتته بكل حاجه. طبعا انا اتزنقت في المطبخ ما كنتش قادره اعدي ولا اطلع من اي حته، لو عديت هشوفني في الصالون. فموقف غريب جدا ده. ويلكم من صالونات ايجيبت. دي صالونات ايجيبت. من غير ما يعرف. لا هو مش في تونس الموقف ده حصل. والله انا لا في تونس يعني. انتوا بتاخدوا يعني العريس وهو رايح بيتقدم بياخد معاه تورته؟ هو دماغه قالت له. اه هي كده انا فاكرها. لا هو يوم الخطوبه الرسمي يعني. طبعا لازم يروح بتورته. يوم الخطوبه الرسمي. تعالى ده جاي لك واحد على الهوا اهو. الو رضا. الو مدام رضا. سوري. مساء الخير مدام رضا. مساء النور. اولا انا اسفه صوتي تعبان. لا يا فندم الف سلامه على حضرتك. الدراسه بدات وانا بشتغل في مدرسه فطول النهار بهاتي. معاكي. طب حضرتك شغاله يعني مش مضربه؟ يعني من اشد المعجبين بيكي. أسلوبك السهل الممتنع. الله يخليك. الله يخليك. انت انسانه جميله وواضح جدا. شفت لك كذا مسلسل معجبه بيكي جدا. ميرسي. واخيرا تألقتي مع خالد الصاوي. الحمد لله. الحمد لله. وارجوكي لو بتكلمي رانيا فريد قولي لها كانت رائعه الجمال. لو بتكلمي رانيا قولي لها انها كانت رائعه. رانيا فريد شوقي دي جميله. كانت رانيا رائعه الجمال. دي بدعت في المسلسل. معلش انا اسفه صوتي تعبان شويه. الف سلامه على حضرتك يا فندم. الف سلامه على حضرتك. على الاقل مفيش اضطرابات مفيش اي حاجه. الدراسه بدات اهو بتحسسنا بامان يعني. شاكرين جدا جدا. الحمد لله كله زي الفل. ودي طيب. شكرا يا فندم. شكرا جدا يا فندم. قولي لي لما يجي حد ويقعد يقول لك قد ايه انت كنتي كويسه بيديكي بوش بتحتاجي ده ساعات؟ لان الانسان اصله بالذات الممثل اعتقد بيجي له وقت كده ساعات ممكن يبقى محبط جدا محتاج ان الناس تدي له البوش دي او الثقه. أكيد. دي اكيد اكيد. احنا بنشتغل وبنبقى مركزين كل همنا ان الاحساس بتاعنا والصدق اللي احنا عايزين نقوله قدام الكاميرا يوصل للناس. فلو وصلوا وحسوا بيه يبقى ده نجاح، ولو حبونا فده التكريم في حد ذاته. تتويج الفنان من خلال كلمة اللطيفة والحسنة اللي بيسمعها من الناس اللي شافوه واللي حبوا العمل اللي هو فيه. لكن في نفس الوقت أي كلمة شكر تحمل على الفنان نفسه، لأنه بعد كده بيقول أنا هقدم إيه بعد كده عشان أفضل متألق في نظرهم. سيرتي تبقى في وسط الناس سمعتي الحاجات دي. أنا عارف الفنانين بيبصوا لإيه. مشكلة يعني. قولي لي يا فريال أنت فعلا رفضتي أنك تعملي الدور في أنا يا هو تقريبا، أو رفضتي فيلم حاجة زي كده؟ رفضت الفيلم لأنه بخاف على شغلي جدا. بحب شغلي جدا وبغير عليه. السيناريو اتعرض عليا أسبوع قبل ما أخش التصوير. وفي الأسبوع ده لازم أقرأ ولازم أنزل أمضي، لازم اجهز للشخصيه ولازم اجيب اللبس. اسبوع واحد. اسبوع واحد هو كفيل باللبس.
وممكن مش كفايه يعني خالص. فطبعا انا ما بحبش اخش حاجه وانا مش جاهزه. وبعدين سينما ده تاريخ، ده بيصنع تاريخ، ما ينفعش الاستسهال في حاجات زي كده. مش عايزه اقدم حاجه مش بشتغل بالفلوس، لا بشتغل لا. عشان انا وعايزه تعملي كوميدي، يعني تدوري انك تعملي حاجه كوميدي. اتمنى 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 والله، نفسي اجرب حاجه تانية مع احمد عيد. نجحنا في ازمه سكر، من الممثلين اللي بحب الشغل معاهم احمد عيد جدا كمان. بحييه بالمره. كلمنا بقى شويه عن مصر. خلونا ناخد تليفون الاول عشان معانا تليفون من اسوان تاني. الجنوب كله مش على البحري. الو قفلت. طيب معلش كلمنا بقى عن مصر، نفسي اسمع بقى عن مصر بقى. وتخيلوا بقى يعني عن يعني هنتكلم الاول على يور هاسبند، يعني جوزك، نبدا بيه كده. مش عايز تتكلم عنه؟ هو ما بيحبش ان احنا نتكلم عنه. خلاص اوكي. كلمة عن مصر، زرتي فيها ايه؟ ايه رايك في فنها؟ ايه رايك يعني بشكل عام كده؟ مصر ام الدنيا، ده مبدئيا. ليه؟ لانه حضاره قديمه جدا، ام الحضارات، حضاره الفرعونيه. مصر ذكرت في القران اكتر من مره. لما نخشها بنحس بالامان بجد والله العظيم. انا اول ما تغربت وسبت بلدي وجيت على مصر ما حسيتش ان انا متغربه خالص ولا يوم. حسيت ان البلد دي احتضنتني جامد جدا، وحبتني وحببتني في ناسها وحببتني في طريقتها وعيشتها، حتى الاساليب المختلفه. في حاجات كتير قوي بنختلف فيها عن بعض، وفي حاجات بنتقابل فيها عن بعض، حتى لما بنتقابل فيها في اختلاف بسيط، لكن حببتني الاختلافات دي. هي بتعمل طابع كده لذيذ لمصر، بتميز مصر في حاجات كتير قوي. تالت حاجة فنيا، مصر طبعا هي قطب مهم جدا. يعني انت لما بتتكلم عن الفن في العالم العربي، نمبر وان مصر، في هوليوود، في بوليوود، في مصر. فكل فنان طبعا بيكون عنده الرغبة الشديدة جدا في انه يقدم ان شاء الله حاجة في مصر. من ربنا يبارك فيك والله. الفنانات اللي قلنا وحياة يعيشك برقة والله العظيم. برشا يعيشك برشا. قوليلي، عرفنا ان انت هتعملي دور ليلى طرابلسي او لياء حرم الرئيس زين العابدين في دور من الادوار ولا لا؟ في شعر ولا اشعه؟ احنا سمعنا والله. بص يعني بيسالوا ناس كتير قوي عن الدور ده، هل وعلى الهوا بيقولوها في بروجرامات، يعني في فنانات توانسه، وبيقولوا احنا احتمال نقدم الدور ده لو تقدم لنا وكل حاجه. ولما انا اجي اتكلم عن اي حاجه ان شاء الله، لو مش بطريقه يعني مش بتصديق لقول معين، يعني مش موافقه عن حاجه، بس بقول يمكن لو تقدم الدور ده افكر اشوف اعمله ولا لا. هو مفيش دور معروف، فبيتكلموا بيعملوا منه هلومه كبيره جدا، وبياخد مساحات كتيره جدا للكلام اعلاميا، وبيتبني عليه حاجات. حتى ان انا قريت حوار لصحفي تونسي، مش حوار، هو مقاله وبعتها للامارات، مش عارف ايه، كل المعلومات اللي كتبها غلط، حتى عن تاريخ كتب كتابي ما بيرجعليش في اي حاجه وما بيتصلش بيا. انت لسه شفتي كمان، يعني انت ممثله ناجحه جدا، لسه شفتي حاجه؟ اصبري، ده هم لسه بيسخنوا. ما تعرضش عليكي الدور، ما فيش حاجه اسمها تعرضت عليا الدور. للمره المليون والله زهقت بجد. كنت مره على موقع mbc.net، كنت بتحاور مع بعض الليزانتيغنوات، يعني اللي موجودين على الانترنت، بيسالوني على الهواء مباشره اسئله كتير قوي بتخص حياتي، بتخص الفن وبتخص اعمالي. وجاء سؤال عن الثورات، وجاء سؤال بعد كده من واحد تونسي قال لي لو اتعرض عليكي دور ليلى طرابلسي زوجة المخلوع تقدميه ولا لا، كون ان انت ممثله تونسيه. فانا بكل تشفي، يعني عارف اللي هو من كتر ما الواحد عنده غضب جبار ناحية الناس دي، قلت له بكل التشفي طبعا، قلت له يعني الدور ده بالذات يعني مش بتمنى ان انا اقدمه، في فرق. لكن لو الدور ده هيقدم كل السلبيات والألاعيب الست دي، لانه حياتها بصراحة، لانه للناس اللي ما بتعرفش حياتها
فدلوقتي ممكن تعمليه ولكن بشروط معينه. احنا سريعا بس عايزين نعرف انت. دي حياتها غنيه جدا بالحاجات السلبيه بالمفاجآت وبالألعاب وبالتخطيطات الست دي كانت بتخطط قبل ما تنام كل يوم، بتخطط لحاجات معينه وتصحى عشان تنفذ. ففي حاجات بيعرفها الشعب وفي حاجات تانية ما بيعرفهاش، فاحنا عايزين مصادر غنيه وقويه تجيب لنا معلومات عن الست دي عشان يتعمل عنها لو قرروا في يوم من الايام يعملوا عمل فني عنها عشان لو خطر على بالي. لو فات جدا يا فريال لوجودك معانا. شكرا يعيشك برشا 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 يا مدلل. مفيش اي حاجه جايه قريب سريعا؟ بقرا سيناريو فيلم وسيناريو مسلسل وربنا يسهل يعني. هو القرارات لسه ما خدش اي قرار لغايه دلوقتي بس لازم تقول لنا اول ما تاخد القرار. اكيد ان شاء الله. اكيد طبعا. انا فريال يوسف نورتينا جدا في عز الشباب. شباب خلصت حلقتنا سريعا من البرنامج. ان شاء الله بكره حلقه جديده في نفس الميعاد. استنوا.